بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده التي لا يبلغ منتهاها، والشكر على آلائه وإن لم يكن أحد أحصاها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي حل من ربى النبوة أعلاها فعلاها، وحمل من أعباء الرسالة إدها فاطلع بها وأداها، جل الله به عن البصائر رانها وعن الأبصار غشاها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ما سفرت شمس عن ضحاها. وبعد، سيدنا الشيخ سلام الله على مقامكم وعلى والدكم شيخنا سيدي محمد بن القائد رحمه الله وعلى أهل السلسلة أجمعين، وسلام الله على هذا الجمع الطيب المبارك، سلام الله على هاته القلوب التي جاءت في مولد الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معلنة للحب طالبة للقرب، بمدحها وصلاتها على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: عسى يا رسول الله أن تفيض عليها من سرورك الطاهر ومن عطائك المحلى بالبشائر، تهديك في ليلة مولدك من الصلوات أفضلها وأتمها، ومن التحيات أزكاها وأغلاها، ومن التسليمات أبهاها وأعطرها. أهديت روحي لمن أهواه خالصة يوم النوى عله بالوصل يجزيها، فاستصغر الروح دون ما أردت لها، وقال: هيهات وصلي ما يساويها، قلت: قدرك عالي قد علمت، ولكن الهدايا على مقدار مهديها. نجتمع أيها الأحباب في هذه الليلة المباركة في هذه الزاوية العامرة في مجلس من مجالس الجزائر، بلد العلم والعلماء، لنستمطر من الرحمات بذكر مناقب السادات أعلام هذه الأمة المحمدية المرحومة، أعلام الجزائر. الجزائر بلد الصلاح والعلم والعرفان والقرآن والمجد والتصوف الصحيح والجهاد، بلد يحوي أكثر من 1600 زاوية لجمهرة كثير من الطرق المحمدية السنية الصوفية، والطرق على أنفاس الخلائق كما قالوا. وكثير من أهل العرفان والعلم حملوا النور المحمدي ورضعوا لبانها الصافي من مشيخة هذا البلد المبارك وبسطوه في المعمورة. إن الجزائر والتاريخ ينبئكم كانت بكل حلي العز تزدان، كانت مكرمة في الخير ناعمة، يسعى في خيرها رجل وركبان، فسل رباها وسل إن شئت ساحلها، وسل قصورا قد عز بها سلطان، قد حباها الله شرفا وحسنا، فلها في كل ناحية روض وبستان. وإنه مما لا يخفى أيها الأحباب على أحد من أهل العقول والألباب أن الطريقة الهبرية البلقائدية الدرقاوية الشاذلية الضاربة بنورها في كل مكان، والتي كانت ولا تزال الجزائر الحبيبة لها مهداً وزاوية وانتشاراً، هي امتداد لطريق السادة الصوفية، والتي هي السبيل إلى الله عز وجل الذي دعا الله الحق حبيبه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وهي المحجة البيضاء التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذه الطريقة المباركة هي مالكية المذهب، أشعرية العقيدة، جنيدية السلوك. وسند هذه الطريقة المباركة ناصع نصوع الذهب، واضح وضوح الشمس في كبد السماء، في علمي الظاهر والباطن، من شيخنا سيد محمد عبد اللطيف حفظه الله إلى مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزهو بسلسلة لها ذهبية من شاهد للمصطفى عن شاهدي. إذ أن السند من خصائص هذه الأمة المحمدية. قال الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث عن محمد بن حاتم بن المظفر: إن الله كرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم قديمهم ولا حديثهم إسناد. وقال سيدنا عبد الله بن مبارك رضي الله عنه: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وأما اختلاف تسميتها من قادرية وشاذلية ودرقاوية وهبرية، إنما ذلك للتمييز
لا للتأصيل، إذ أن الأصل واحد وكله من رسول الله ملتمس. والهبرية نسبة إلى الشيخ سيد الحاج محمد الهبري رضي الله عنه وأرضاه، والذي هو موضوع هذه المداخلة في هذه الليلة المباركة، والذي نحن بصدد ذكر تطوافة حول بعض جوانب حياته. وما كان من اليراع إلا أن يقف شامخاً، ولا من اللسان إلا أن يظل عاجزاً أمام هؤلاء العظام الأعلام، فقد سقاهم العلي الأعلى من جمال المحبة، وكسى أسماءهم جلالاً وهيباً، حتى أن الهبري اسم الهبري له وقع في النفوس وأثر في الأسماع، مما يذكر لنا أن سيدنا الشيخ سيدي محمد بلقايد رضي الله ورحمه الله كان إذا حضره الوجد وجاءه الحال واحمرت وجنتاه وغرونقت عيناه نادى باسم شيخه الهبري الهبري. ولن توفي هذه الورقات حقهم أو حتى المحاولة حول الحول حول ساحل حومي حول ساحلهم متعذرين بقلة المصادر أو التقصير منا، فالله لكل نقص جابر. وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة ذكرتها بين أيديكم وإلى مطلبين وخاتمة. ذكرت في المطلب الأول ترجمة مختصرة عنه رضي الله عنه عن سيدي الشيخ الحاج محمد الهبري، وفي المطلب الثاني تأملات في بعض رسائله ووصاياه رضي الله عنه. فأقول وبالله التوفيق، هو الشيخ سيدي الحاج محمد الهبري، هو الولي الصالح والقطب الناصح والعالم الجليل، الشيخ الكامل الواصل الموصل، سيدي الحاج محمد بن أحمد بن عبد الرحمن العزاوي الهبري. ولد رضي الله عنه سنة 1239 الموافق لسنة 1823 في الأسبوع الذي توفي فيه سيدي مولاي العرب الدرقاوي رضي الله عنه وأرضاه، كما هو يحكي عن نفسه: فالنور يصير بالنور نورا على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ونسبه الشريف يرجع إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق سيدنا الحسن رضي الله عنه. هو كذلك ما يحكي عن نسبه في رسالة طلبها منه تلميذه سيدي بن كابو، فقيد له نسبه وقال: وأما اسمي فاسمي محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن الفضيل بن الجلالي بن عمر بن النوالي بن عبد الرحمن بن محمد ابن الجلالي ابن الجلالي الثاني ابن محمد السنوسي ابن عبد الله الكبير ابن محمد المغراوي، الذي هو ببني زروال بقبيلة مجاهر بنواحي مستغانم، إلى طريق سيد الحسن إلى مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمزيد التحقيق، فالعزاوي نسبة إلى أم أحد أجداده، إلى أم أحد أجداده سيد عبد الله الكبير، واسمها لالة شريفة عزة، وهي بنت سيدي محمد بن عفيف بن محمد المغراوي الذي دفن بابن زروال قبيلة مجاهر. والشيخ علي حشلاف في كتابه سلسلة الأصول في شجرة أبناء الرسول يقول: وأولاد سيدي عفيف من مستغانم. والعشماوي في كتابه السلسلة الصافية واليقوتة الوافية في نسب أهل البيت في صفحة 72 يقول: وأما أولاد سيدي عفيف فهم من مسك غنائم أي مستغانم. صاحب كتاب الطلعة البدرية في التعريف بالطريقة الهبرية يأتي بهذين السندين ويقول: كلا من السندين ماسك بأهداب الدوحة المحمدية. ويستفاد من هذا أن لالة شريفة عزة أم سيد الله الكبير جد سيد الشيخ الهبري من مستغانم. كان والده رضي الله عنه وأرضاه فقيها ووليا صالحا، حرص على تنشئة ابنه على العلم والمعرفة، وشاءت الأقدار أن يتوفى والده وهو ما زال في سن الصبا، فتولت والدته السيدة الفاضلة الصالحة تربيته. وقد تميز رضي الله عنه بالحرص على التعلم، فأتم حفظ القرآن الكريم ودرس الفقه والحديث والتفسير، وكان مولعا بالحكم العطائية متنا حفظها متنا وشرحا، وتلقى عن مشائخ كرام من أبرزهم سيدي أحمد بن موسى الكرزازي الثاني قدس الله سره وسيدي أحمد الفاسي. وأما الإذن في الطريقة فقد تلقاه عن الشيخ الكامل سيدي أبي عز المهاجي الشريف الذي أرشده إلى طلب حاجته عند غيره، فقصد قبر شيخه
قبر جده سيدنا عبد الله الكبير، وختم القرآن 40 ختمة. هناك ألهمه الله عز وجل وفاتح عليه أن يذهب إلى الشيخ سيدي محمد بن قدور الوكيل الكركري، ففتح الله على يديه ونطق بالحكمة، ثم آذن له شيخه سيدي قدور في فتح زاوية بجبل تغيت ببني زناسن، فبنى واحدة بسفح الجبل، وثانية بعلاه، وثالثة بوادي صفرو، ورابعة بالضروة. وكان قدس الله سره مولعا بالسفر والتجوال بمعية الفقراء في سياحة ربانية إيمانية، وخاصة إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج وزيارة جده الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكروا أنه كان يحج كل 5 سنوات، وما من حجة حجها إلا وكان يوم عرفة في يوم الجمعة. بركته على تلمسان، على الجزائر عامة وعلى تلمسان. وهذا النص مأخوذ من كتاب شموس العارفين في تقلب الساجدين لسيد الحاج عبد السلام حفظه الله ورعاه. لما أكرم الله سيدي الدكالي وفتح الله عليه، بعثه سيد الحاج محمد الهبري، وكان سيد الدكالي من تلاميذ سيد الحاج محمد الهبري، بعثه إلى تلمسان للتعليم ونشر الطريقة، فكان بالجامع الكبير، وكان يجتمع إليه أعيان تلمسان يحضرون حلقات الدرس، ومن بينهم الشيخ سيدي محمد بالقايد بالعربي، جد شيخنا سيدي محمد بالقايد، والسيدي بوزيان بوشناق، والسيد العربي تشوار، والسيد الحاج محمد العشعاشي والمقدم أوزين، والشيخ سيدي محمد بن يلس. فلما لمسوا من الشيخ الدكالي الورع والتقوى، وضعوا له مجلسا يجتمعون معه كل يوم بعد صلاة المغرب. فلما رأى منهم جودة الاستقبال وحسن الإقبال، أخبرهم بالشيخ المأذون فيه، وهو سيد الحاج محمد الهبري رضي الله عنه. ففوضوا سيد الحاج محمد بالقايد العربي الجد، لأنه كان معروفا بالجد والحزم، فذهب إلى الشيخ سيد الحاج محمد الهبري رضي الله عنه وأرضاه، ووجده مشغولا ببناء الزاوية، والسيدة للا حليمة زوجته تعاونه. فلما رآه الشيخ سيد الحاج محمد الهبري غسل يديه واستقبله وصافحه وقال مرحبا بالحاج الشريف. فقال له سيد الحاج محمد بن القايد الجد، قال لست أنا بحاج ولا شريف، قال بل أنت حاج وأنت شريف، إنه مما من الله عز وجل علي أني إذا رأيت الرجل رأيت فيه سمات الحج وسمات الشرف. ثم أعطاه الوردة ورجع إلى تلمسان وأخبر أصحابه، فصاروا يفدون إليه تباعا. فذهب سيدي الشيخ سيدي الحاج محمد بن يلس، وسيدي بوزيان، وسيدي بوشناق، وسيدي العربي تشوار، وكل هؤلاء الكبار ذهبوا إلى سيدي الحاج محمد الهبري رضي الله عنه لأخذ الورد. ومن تلاميذته وأجل تلاميذته نجله شيخ سيدنا محمد بن القايد سيدي محمد الهبري رضي الله عنه وارضاه. ومن تلامذته سيد الحاج عبد الله الخماري البطالي الغربي، وسيدي محمد بن عبد الله البغدادي، وسيدي الحاج بن ابراهيم البودالي، وسيدي عبد القادر بن ابراهيم، وسيدي بن عيسى، وسيدي الحاج عبد الباقي، وغيرهم كثير لا يحصيهم الا الله عز وجل. ويذكر كذلك صاحب كتاب السلسلة الذهبية وكتاب شموس العارفين أن الشيخ سيد الحاج محمد الهبري رضي الله عنه كان يدخل إلى الزاوية في الهزع الأخير من الليل، أي في آخر الليل، فيبقى ذاكراً تالياً مصلياً إلى أذان الفجر، فيصلي بهم إماماً، ثم يقرأ مع الفقراء الحزب الراتب اليومي، ثم يفيض عليهم من الفيوضات من شرح حكمة أو شرح حديث أو تفسير إلى صلاة الضحى، ثم يودعهم ليذهبوا إلى شؤونهم وأعمالهم، ويعطي لكل واحد منهم ما يتقوت به، ثم يرجع إلى الفقراء المريدين الدائمين أصحاب الخلوة فيذكرهم ويذاكرهم ويسلكهم إلى أذان الظهر، فيصلي بهم إماما، ثم يشرع في الأوراد والأذكار والتلاوة، وإذا أتاه من الزوار يآكلهم ويؤانسهم ويسمع لحاجتهم إلى صلاة العصر، ثم يفتح درس الحكم العطائية، ثم يرتاح قليلا، ثم يرجع إلى صلاة المغرب، فيصلي بهم إماما، ثم يفتتح الأوراد والأذكار في طرب ووجد مستغرقين في الذكر إلى صلاة العشاء. هكذا كانت حياة الشيخ سيد الحاج محمد الهبري رضي الله عنه وأرضاه في تعليم القرآن الكريم ونشر سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، القائل صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة.
قضى حياته في التصوف الصحيح المبني على تعظيم شرع الله والذكر والمذاكرة والإمامة ومحراب العبادة وتسليك المريدين والرقي بهم في معارج القرب والأنس وبناء المساجد والزوايا والصلح والتصدق والإنفاق والحج والسياحة الربانية حتى توفته المنية وتلقته يد العناية الربانية مساء يوم 23 رمضان 1317 الموافق ل 1898 رحمه الله ورضي عنه. المطلب الثاني تأملات في بعض رسائله ووصاياه رضي الله عنه وأرضاه. حكم الصالحين، حكم الصالحين مستمدة من كتاب الله وسنة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كتب الله لها القبول لصدق بواطنهم وحب هدايتهم الخلق إلى طريق الحق، فهم العارفون بالله الذين يتكلمون بالله ويصمتون بالله غائبون عن أنفسهم يشهدون ما من الله إلى الله، فإذا أرادوا أن يعبروا عما منحوا مولاهم من العلوم والمعارف سبق نور شهودهم إلى القلوب المستمعة فتسري فيهم على قدر صدقهم. وهذا ما نجده جلياً في رسائل السيد الحاج محمد الهبري رضي الله عنه، فرسائله جواهر فريدة في أصول الأخلاق والسلوك ودرر تليدة في قواعد السير إلى ملك الملوك مسبوغة بالإذن الإلهي، فمن أذن له في التعبير فهمت في مسامع الخلق عباراته وجوليت إليهم إشاراته. وقد تميزت رسائله ووصاياه بخصائص وميزات نذكر منها على سبيل تزيين هذه الوريقات ببعض نفائس جواهر كلامه رضي الله عنه، وكل يتلقاه ويأخذ منه على حسب آنيته وتوجهه. من هذه الخصائص نورانية الاستفتاح وميزة التوثيق، فنجده يستفتح رسائله بالحمدلاء والصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم استنانا بالخبر الوارد عنه صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يستفتح بالحمد لله، وفي رواية بسم الله، وفي رواية بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أقطع أو أبتر أو أجدم، أي قليل البركة، وإن تم حسنا فإنه لا يتم معنا. ثم يذكر اسمه في تواضع وتذلل رضي الله عنه، إذ أن من المهمات المعلومة التعريف بالمؤلف والمؤلف لمعرفة مشربه وتوجهه، فنجده مرة يقول من كاتبه عفى الله عنه محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن عزة، ومرة يأتي بالعزاوي كقوله عبد ربه محمد بن أحمد بن عبد الرحمن وقوله عبدكم ومحبكم، ومن أجله خديم الجمع محمد بن أحمد الهبري العزاوي مشيرا إلى تعريف نسبه. كما نجده يوثق تلك الرسائل بالتاريخ واليوم مثل سفر الخير 1300 مرة في أعلى الرسالة ومرة في آخر الرسالة، ويوم السبت 1 رمضان المعظم 1303 إشارة منه إلى ضرورة التوثيق والتأريخ ليعلم الأمة أهمية التنظيم في شؤون الحياة، كما بلغنا عن شيخنا سيدي محمد عبد اللطيف قوله كون ربنا نظم. من الخصائص كذلك قوة الاستشهاد والاستدلال، ما من رسالة من رسائله إلا وتجدها مطرزة بآية أو حديث أو درة من كلام الصالحين شعرا أو رمزا، فالقارئ لرسائله يجد نفسه أمام نص مجمل بوسائل الإقناع مكسو بعذوبة المتكلم، فكل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز. في رسالة أرسلها إلى سيدي بالحاج قوله كن متيقظا فطنا في جميع أوقاتك وانصح عباد ربك وذكرهم الله وحرضهم على ما قلناه تكون من الناصحين فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، فمن أراد أن يكون حقا عبدا لله فليكثر من ذكر الله الله أي الاسم الأعظم المأذون فيه، وكقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله ونجده في رسائله، وكقوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ومن يتوكل على الله على الله فهو حسبه، واستدلاله بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم، قالوا بلى قال ذكر الله. ثم يقول معقبا على هذا الحديث لكن بشرط الصفاء، فمن ذكر بالصفاء أمن من الحق،
وكان كثيرا ما يستدل بالحكم العطائية كقول صاحب الحكم: معصية أورثتك ذلا واحتقارا خير من طاعة أورثتك عزا واستكبارا. ويستدل بالتعريف الجامع الماتع الذي نسب إلى السيد مولاي العرب الدرقاوي رضي الله عنه وأرضاه في تعريف التصوف: وحفظ شرائع الدين وسلب الإرادة لرب العالمين وحسن الخلق مع المسلمين. ومن الشعر في رسالة كتب إلى السيد البودالي قال الشاعر: من جالس العطار فاح بطيبه، ومن جالس الحداد نال من السوائد. ومن الرموز رموز سيدي بن شرقي رضي الله عنه اللي قالوا فينا: غسل كسينا حسناتهم ازددنا يا بابا. كما نجد من هذه المميزات التعظيم في الإزداء للمنصوح وللفقراء، والصدق في الوصية، والعمق في النصيحة. فالقارئ لرسائل السيد الحاج محمد الهبري رضي الله عنه يجده مرة يخصص لأحد فقرائه وتلاميذته، أو يعمم إلى الفقراء أجمعين، إلى تلمسان وغيرهم. انظر إلى هذا الكلام، إلى هذا التقديم، إلى الحضرة العالية والتحفة الربانية، السلالة النبوية الذي ولى الله هداية خلقه على يديه، وشاع خبره في أرضه برد الضلال إلى طريق ربه سيد البودالي وكافة الإخوان. وكقوله لسيد محمد بالحاج: أقامك الله فيما فيه وسلم عليك، ورحمة الله وبركاته تعمك وتعم من تعلق بك من الأهل والأولاد والوالدين والإخوان. كان على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا معاذ: يا معاذ، إني أحبك ألا تدع أن تقول دبور كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن توجه إليه محبوبه أصغت إليه كل ذرات قلبه. وإن بدت ليلى فكلي أعين، وإن ناجتني فكلي مسامع. كما نلحظ العمق في النصيحة الناشئة عن صدق المحبة والرغبة في تسليك تلاميذه من رعونات النفس والهوى والدنيا، كقوله في أحد رسائله لأحد تلامذته ناصحاً محباً: إني أشم فيكم رائحة الدنيا، ولم تفارقكم أبدا، ولو فارقتكم لغبطتم في خدمة الآخرة وصحبة المولى. ويقول في آخر رسالة: وكان سبب هذه الرسالة لأنك نسيت مسبب الأسباب واشتغلت بطريق الأسباب. بعض مقتطفات من رسائله في بعض المواضيع كالثبات والذكر والمذاكرة والأدب. من وصاياه في الثبات قوله: أيها الإخوان، كونوا من الرجال في ذكر الله المتعال، وكونوا على السنة الشريفة أعوانا، والحقيقة إخوانا، فهذا طريق الأجداد الذين جازوا وحازوا وكل خير فازوا بالطريقة والسداد. ويقول في فضل الذكر: أوصيكم بذكر الله صباحا ومساء، ولا تعجزوا ولا تكسلوا ولا تقولوا كفانا من الذكر، فإن الذكر مفتاح لجميع الأغفال ومذهب لطريق الضلال. فمن كان ذاكر الاسم لا يزال ذاكرا حتى يسمع كل عضو من أعضائه يقول: كان الله ولا شيء معه. ويحث المؤمن أن تكون همته عليا فيقول: فنحبكم أحبكم الله ورسوله. أن تكون همتكم عالية وقلوبكم سماوية ونفوسكم أرضية وقلوبكم من حب الدنيا فانية، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم. ويقول في فضل المذاكرة بين الإخوان: حافظوا على أوقاتكم كما تحافظون على أمتعتكم وأموالكم، ولا بد من المذاكرة بينكم فيما تجتمع عليه قلوبكم، والطريق التي لم تكن فيها مذاكرة فهي خاوية ولو كان أهلها مجتهدين في الذكر، فإن الذكر شبح والمذاكرة روح، ولا يقوم الشبح إلا بالروح. وقال في الأدب والحث على تعظيم شرع الله: وعليكم بالأدب مع جميع الأحباب، فإن طريق القوم مبناها كله على الأدب. فقد قالوا: من فاتك أدباً فاتك اقتراباً، ومن فاتك أدباً فاتك تصوفاً، فمن أراد فتح الباب والجلوس في حضرة الأحباب فعليه بكثرة الأداب. وعليكم بتعظيم شرائع الإسلام من الفرائض والسنن والمستحب والمكروه والحرام. واسمعوا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا على أمر حتى تعلموا حكم الله فيه. وتعلموا أيضاً أدب الطريق من صدق وشفقة وحنان وعهد تام وسخاء وإيثار. الخاتم: أيها الأحباب، الجزائر كانت ولا تزال
بلد العرفان والتصوف والعلم والمجد والشرف، سقى الله عز وجل جنباتها وجمل هواءها من دم الشهداء الصالحين ومن مداد العلماء العاملين وأنفاس أهل الله العارفين. الشيخ سيد محمد، الشيخ سيد الحاج محمد الهبري، هو أحد أهل السلسلة الذهبية المباركة الذين أفنوا طول حياتهم في الذكر والمذاكرة وإيصال الخلق إلى رضا الحق، ورثه حقاً وتحقيقاً نجله درة عقد الجمان وحامل لواء أهل العرفان الشيخ سيد محمد الهبري رضي الله عنه وارضاه، الذي ورثه تلميذه محي الطريق ونبراس أهل التحقيق صاحب السيادة والنور السائد سيد محمد بالقائد رضي الله عنه، والذي ورثه نجله وتلميذه نجم سمائنا وبدر زماننا ونقطة دائرة عهدنا الشيخ الكامل سيد محمد عبد اللطيف حفظه الله وشافاه الله، والحمد لله على ما عليه الطريقة المباركة من خير وبركة واستمرار للميراث المحمدي بتوفيق ومدد إلهي نوراني صحيح صريح، ولله الحمد والمنة. جاء رجل إلى سيد أبي يزيد المصطامي رضي الله عنه قائلاً، قال له: دلني على عمل يقربني إلى الله. قال: أحبب أولياء الله ليحبوك، فإن الله عز وجل قد أحب أولياءه، ولعله يطلع على قلب وليه فيجد اسمك في قلب وليه فيغفر لك. الحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله على هذه النسبة، ونحن في ليلة مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم أن يجازي عنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، وأن يجازي عنا سيد الحاج محمد الهبري وسيد محمد بالقائد وسيدنا الشيخ سيد محمد اللطيف وأهل السلسلة أجمعين يا رب العالمين. اللهم يا ربي ثبتنا على محبتهم ونهجهم وطريقتهم وشريعتهم يا رب العالمين، واجعل يا ربي ونحن في ليلة الاثنين الليلة الأصلية التي تشابه الليلة الأصلية التي ولد فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل بجاه أنوار هذه الليلة المباركة بجاه فجرها ووقت ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يا ربي أن ترفع الغمن عن إخواننا في غزة وفلسطين، يا ربي انصرهم، يا ربي شافي مرضاهم وداوي جرحاهم وانصرهم، وحرر الأقصى من براثن اليهود ورده إلى المسلمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.